السلام عليكم، معكم جمال منصور. جئنا اليوم لحضور الذكرى الأولى لرحيل الرمز القيادي الكبير المرحوم عبد الوهاب الفقيه. كما لا يخفى عليكم، عبد الوهاب الفقيه كان رمزا من رموز قبائل إصبع عمران، كان يشهد له الجميع بحسن أخلاقه وحسن كرمه لدى الجميع. عبد الوهاب الفقيه كان يخدم قبائل إصبع عمران وكذلك قبائل واد نون بشكل عام. عبد الوهاب الفقيه كان رجلا من رجالات إصبع عمران ومن رجالات الدولة بعمومها. عبد الوهاب الفقيه كان تاريخا لا يخفى على أحد ما قدمه للساكنة وما قدمه لأقربائه وما قدمه لكافة الناس أجمعين. كما تعلمون اليوم حضور غفير للناس لحضور الذكرى الأولى، هذا يدل على محبتهم ومحبتهم الخالصة للمرحوم عبد الوهاب الفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحافظ الوحيدي فائد جمعوي بجامعة تيوزا من أحد الأصدقاء الراحل. اليوم جينا لتحل الذكرى الأولى لوفاة رمز الإنسانية، رمز الوطنية، رمز الإنسان الغيور على منطقته وعلى قبائل إصبع عمران. ذكرى وفاته التي صدمت الجميع، نتمنى أن يتغمد الله برحمته. هذه ذكرى لوفاة رجل ليس كباقي الرجال، يعني قدم الشيء الكثير للمنطقة، قدم المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي والسياسي. الرجل السياسي كون نفسه بنفسه في حزب الاتحاد الاشتراكي، ثم انتقل إلى حزب يعني الأصالة والمعاصرة. فاليوم حنا أمام قبره، عبد الوهاب سيبقى رمزا دائما في حياتنا. فسننظر دائما إلى عبد الوهاب إنسانا عاليا، ولو حتى على صورته على الحائط خير أن أنظر له يعني زعيما متعطئا الرأس لغيره. فعبد الوهاب الفقيه سيبقى رمزا لن ننساه في زمن يسير، وتحية لهذا المنبر الإعلامي وشكرا لكم. السلام عليكم. اليوم كانت تواجدوا بواحد القبيلة، قبيلة أيت عبد الله، مسقط الرأس ديال الشهيد عبد الوهاب الفقيه. عبد الوهاب الفقيه اللي كان اعتبروه رمز من رموز قبيلة إصبع عمران، بل رمز لكل قبائل الصحراوية. اليوم كان تواجدوا في هذا الدار ديالو، رغم أنه رحل إلى دار البقاء، ولكن هذه كتعتبر الدار ديال جميع القبائل الصحراوية اللي كنقولوا، وعلى رأسهم قبيلة إصبع عمران. لأن عبد الوهاب الفقيه ملي كان كيجي لهاد الدار هذه، واللي ماشي كيجي لها بوحدو، وانما كيجي مع جميع القبائل مع جميع الناس. اليوم كما كتشوفوا عبد الوهاب الفقيه كانه لم يموت. هذوك الناس اللي كان كيجمع في الحياه ديالو جمعهم في الممات ديالو. وعبد الوهاب الفقيه كما كنقولوا حي يرزق، مات فعلا الجسد ديالو مات، ولكن الافعال ديالو الرجوله والشهامه والخصال الحميده ما زالت حيه وما زالت راسخه، لان عبد الوهاب الفقيه سنه هذه باش مات بالتمام والكمام، وما زال عبد الوهاب الفقيه الاسم ديالو يذكر كل ساعة وكل يوم وكل في المجتمعات، ولا في المقاهي وفي أي اجتماعات عبد الوهاب الفقيه وإلا حاضر. كنقولوا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.